بالنسبه للعواشر دابا كاين هذا الوقت ديال الفطر وهذا، ولكن باقا ما باينش بالنسبه للسوق. الحمد لله دابا باقي شويه خاوي، الناس غالبيه الناس ولا كيخرجوا على النقود، مابقاش كيخرجوا القمح. بالنسبه لنا داكشي كنشوفوا عام على عام شويه كتنقص الخروج بالنسبه للقمح. بالنسبه لهذا العام تقريبا دابا راس السوق بالنسبه للقمح كاين 4 دراهم، كدير 2 كيلو ونص كتاكل 10 دراهم للفرد، اللي بغا يوفي واحد شويه يدير 12 درهم ولا 12 ونص على حسب الانسان ولا حسب هذا. بالنسبه للوقت شويه بحال ولات سريعه حتى هي بالنسبه لهذا الوقت هذا، الناس كتقول لك عواد ما غنجي انا للسوق وغادي نتقدى القمح وغادي نصوبو وغادي هذا، كنفضل انا نعطيها نقد فلوس احسن، كيجبدها من جيبو بحال هكا كيحسب شحال من شخص عنده كيضربها في الثمن ديال الشخص هذا، كيعطي لواحد ويعطي لجوج الناس سريعه كتبان ليه هو بالنسبه ليه هو. بهذه المناسبه كنجي ناخذ الزرع بيديا ونعطيه اللي محتاج، والله يجعل ربي يتقبل من الجميع. هادشي اللي كنطلبوا، هادشي اللي كاين، بقى تعادة ما مولفينش حنا بالفلوس من عهد الوالد الله يرحمه، كنخرجوا الزرع صافي. هادشي اللي كاين مزيان الحمد لله، الحمد لله كلشي مزيان اللهم لك الحمد. هادشي راه كله غنشاط، نشاط هادشي ومزيان الحمد لله اللهم لك الحمد. زكاة الفطر عبارة عن صاع من شعير او زبيب او روز او قط، المهم حنا الحمد لله في البلد ديالنا كنديروا القمح، الصاع فيه 5 أمدود او 4 أمدود بحال ما كان الانسان كيعبر، كتعبر الصاع بحال ما يديك ما كتكونش مفتوحه ما كتكونش مسدوده، تهز وكتحط 1 2 3 4 كاين اختلاف 4 أو 5. زكاة الفطر هنا عندنا في الرحبة كاينين الناس الحمد لله كيجيو كيتقداو من عندنا القمح، كياخذوا داك الميكا فيها كيقول لك 2.5 2.4 300 غرام للفرد. ايوا عام تزادت، عام تزادت، كاين تبارك الله تيجيو كيديو الفطرة كيدو الناس، الناس كاع رجعت للقمح كتدي القمح، كان الإقبال في القمح كتدي الناس القمح 250 للراس، وكاين اللي كيدي كاين اللي كيدي كاين اللي كيصدق هنا كاين اللي كيديها. لا الحمد لله الحمد لله، مازال شي ايامات الناس كانت تخرج على الفلوس، الرحبه تبقى خاويه، دابا كاين رواج، كاين رواج تبارك الله، كاين رواج، الناس كتروج. لا الفلوس كاين، الفلوس خسر من الزرع، الفلوس باش هذيك الساعه يقضي بها الغرض هذيك الساعه، الزرع كاين يا ولدي كيتعطل، انت يبيعه وما كثير شويه رفدي، انت يجيبو من البلاصه فين خاطر، تيجيبو لهذو اللي هنا في الرحبه. وما كثيرش ما يديوش عنده، لا الفلوس حسن، شديت هذوك مشيت كلت بها هذوك. القمح، لأن في عهد الرسول كان القمح، وكان الدينار وكان الفلوس، كانوا الفلوس غادي يقول لك الفلوس، لأن الله سبحانه وتعالى أدرى بهذا الوقت وأدرى بذاك الوقت، هو خرج القمح خاص الإنسان يخرج القمح باش يتبع السنة النبوية، يمشي على الطريق اللي مشى عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المنهج النبوي هو القمح. وعلى هذا الوقت هذا اللي تي يعني ديال على شان وزاره الاوقاف وهذه وهذه كتتخصص بان الا خرجتي الفلوس تيخرجوا الناس الفلوس، ولكن القمح لان الا خرجتي القيمه ديال الفلوس ما عليها حتى قيمه، لان انت الفتره ملي كتشحال غادي تخرج كاع، مثلا هذا الاب هذا اللي خرج عليه خرج 30 درهم 40 درهم، الا خرجت قمح ما كتبان قمح وكتبان حاجه كبيره، ولكن الا خرجتيها فلوس ما تتبانش. والسنه النبويه هو القمح. في السنه الانسان كيخرج كما قوت البلد صاع من شعير او زبيب او روز، وكاين عاوتاني الناس كيبغيو يخرجوا مال، كاين هو اختلاف العلماء جائز تقول لك والله تعالى اعلم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.